الحلو في البرطمان ليه طعم يجنن. هنعمل مع بعض عيش السرايا بصوص البلح. في البلندر هنخلط مع بعض موز متلج مع البلح مع اللبن ونخلطهم مع بعض عشان نحصل على قوام متماسك. هنخلط في بولة الكريمة مع الآيس كريم. نضيف على التوست المحمص معلقتين شربات ونخلطهم مع بعض. في البرطمان هنحط طبقة من التوست عليهم طبقة من صوص البلح بالموز والكريمة والآيس كريم، ونكرر الطبقات مرة تانية، وفي الآخر نرش رشة فستق مبشور. وبكده هنغوص في برطمان الحلو وننسى أي حاجة. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.